السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني، كل سنة وحضراتكم طيبين. أعاد الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركات. أسعد الله صباحكم يا أخواني بكل خير. النهاردة يا أخواننا معنا عرض بيتكلم عن 10 قطع ذكرين وتمنيتي يا أخواني. التمنيتي بمشيئة الرحمن كلهم يا أخواني عشائر، فيهم اللي رخى على الولادي بفضل الله وكرمه، وفيهم يا اخواني اللي 10 شهرين. كل حاجه هوريها لكم بالتفاصيل يا اخواني، بسم الله ما شاء الله. كل حاجه يا اخواني هوريها لكم بالتفاصيل بمشيئه الرحمن. معانا ده يا اخواني تحتيه 200 ومضروب على عيال يا اخواني، الا كده طلعها، طلع اللي ده وعيال. بسم الله ما شاء الله. هذا يا اخوان دي تحتين تيتين اخواني ومضروب عليهم 10 تحت 3 يا اخواني. جميع السلالات النوادر يا اخواني، كل حاجه في مشيئه الرحمن هوريها لكم بالتفاصيل. كل حاجه يا اخواني هتشوفوها بالتفاصيل بمشيئه الرحمن. هذا يا اخواني واد عيال طالعين وراهم، واحده من يوم وهذه الثانية يا اخوان. اطلع بيهم اطلع بيهم. هذه يا اخوان هذه يا اخوان مشاة الرحمة. ليه اللي بلكم بيتها الثانية؟ هذه بيتها الثانية يا اخوان. بص هذه الثانية يا اخوان. سوقهم اطلع بيهم لبرا كده شوي. هذا بنت الثانية بس خش بيها. هذا بنت افتح لي سنة كده الهواء، افتح لي سنة. كاسر 6 يا اخوان، كاسر 6 او سادة على الاول ده 10 شهور يا اخوان. تمام كده سيب. وهذا عيال يا اخوان بسم الله ما شاء الله. هذا عيال سوقهم كده. هذا عيال هم يا اخوانا عيال، بس خليك هنا على اليوم. هذا عيال يا اخوانا تمام كده. معانا التفاح ده يا اخواني دي 10 13 شهور برضه، ورا دز الابطال ده. هذا يا اخوانا ورا دز الابطال ده. هذا عيال يا اخوانا دز الابطال ده ذكر وانتهى. باه ورا هذا كله انت يا اخوان. شو مدخلهم لليوم؟ هذا يا اخوان بسم الله ما شاء الله. هذا عيال افتح لي سنه برضك. سيب هذا خلاص افتح سنه ده. ودي يا اخوان سد على الاول لسه ما طلعش الفرده بتاعت الخنصر يا اخوان. بس هذا عيال بص ابطال والله، وعشرة ثلاث شهور عليهم هي. هذا ده أم عيالي زقوا أخوانا ذكروا أنت تحتي. هذا والتاني ده عيال أخوانا أهو تمام كده. صلوا على الحبيب النبي كده وادعوا له بالصلاة على الحبيب المصطفى. بسوس صلوا على الحبيب النبي كده يا أخواني. معانا يا أخواني هات البقية. معانا الدبابة ده يا أخواني. طلع لي بالا برا ذاك، هات لي ذا كده. طلع لي بالا برا على ماله على ماله اخواننا الشغل برا عند دبابات. طلع لي بالا برا طلع بالا برا اخواننا الشغل. افتح لي سنة افتح سنة. هذه ده يا اخوان كسر 6 ها يا اخوان كسر 6 هذا الخنصر اهو. بس سيبك اوعى سيبك اخوانا الشغل. معانا الدبابة ده برضك يا اخوان 10 راخي ده 10 شهرين يا اخوان. النبطة ده 10 شهرين هذا
10 شهر داي طلع لي ده كده ده 10 3 ونص 4 يا اخوان وراخي على الولاد هذا بسم الله ما شاء الله ولا حاجه كده افتح لي سنه الاول قبل ما تطلع على ما بكسر جوز يا اخوان جوز يا اخوان وقعت الفرد الثالث الحال كده سوق لبرا برا عند دبابة والله يا اخوان دبابة حلق عليهم ده يا اخوان ده كسر ستة يا اخوان ده كسر ستة شوف يا اخوان الشغل شغل دبابات ده معانا الخروف الضربة ده يا اخوان برضه وصليهم هات هذا يا اخوان الشهر مشيئة الرحمن هذا هم الاثنين سوق سوق من الجهة كلهم على بعض وده 10 4 برضك يا اخوان ده 10 4 شهور برضك كاسنة وهذا الخروف يا اخوان لسه ما كسرش وهذا الخروف شوف الخروف هذا يا اخوان الشهر والخرم هذا هذا هم يا اخوان صلوا على الحبيب النبي كده يؤمنوا بالصلاة على الحبيب المصطفى العرض ده يا اخوان بمشيئة الرحمن عامل 31700 عامل 31700 اللهم يا اخوان دول عاملين 31700 يا اخوان صلوا على الحبيب كده خلوا مطلع بهم كده كلهم مع بعض اطلع بهم يلا طلعش اللي برا خالص هذا هم يا اخوان دول عاملين 31700 هذا هم يا اخوان هذا هم مش كده بقى هذا هم يا اخوان صلى على الحبيب ادعمونا بالصلاة على الحبيب المصطفى اخواننا هذا هم يا اخوان كلهم عشائر كلهم عشائر يا اخوان على عيالهم كلهم عشائر على عيالهم يا اخوان ده وراه انتين اخواننا الله اكبر سمن سايح هذا هم اخوان وهذا الرمس الطرب اللي وراه هذا بسم الله ما شاء الله هذا يا اخوان صلى على الحبيب كده صلى على المصطفى وهذه ده هي وعائلها اخوان